قلت سيدي انا من ذوي الحقوق المسؤوليه ديال ولاد وجيه من مدينه القنيطره، حنا عائله فوت 200 خلق ما بين نساء ورجال، وهذه البلاد هذه هي كنعيشوا فيها فوق 300 عام، وحنا عندنا هاد الجنانات ها جنانات انتم كتشوفوا فيهم راه فينا هما ها الجنانات هما ها الارض فيها 35 قطار من هنا حتى راس الضو دار الضو عرفتي فين كاينه ها لفيف عدلي ها هو ها لفيف عدلي ها هو ها هو مستفسر شاهد فيها ها هو فينا 27 شاهد هذه شاهدين فيها الناس ديال القبيله اللي عارفنا ها الجهه الاخرى ها هي هيا فينا هيا ها الاخرى هيا فينا هيا مستبصر هادي هي هادي ها المستبصر ها هي راه هي هادي كبر هي هادي الناس اللي يشوفوا الظلم هادي ها كمل الشريف حنا دابا تنطالبوا اخويا ما حنا سيدي حنا سيدي هاد الناس ما خلينا اي محاوله درنا معاهم داونا حقنا وعلاش داونا حقنا على ماكله على غدا جدي الله يرحمه هو وخوه لعبوا في بوغابه المهم كانوا ديك الساعه كان الظلم كانوا دوك النواب كل مره كيتغداو عند واحد ديك الجماعه دازوا عند عمي ما لقاوش تما غايب ما عارفين كان خارج غيقضي غيمشي يقضي شي شغل لقاو عين مراتو قالوا لي فينا هو بوغابه قالت لي مودي راه خدام شي ما كاينش هنا راه مشي يقضي شي شغل قالوا لي جاوا عند جدي هو كان كيسكن هنايا خوه قالوا لي خوك شافنا وضرك علينا خرجت عمراتو حنا بغينا نتغداو وخرجت بالعاني قالت لي راه ما كاينش هنا هي هذيك بقى كيتقاسم معاهم جدي كيتناجر معاهم قال لي ما ودي واش على غدا انتم كتقولوا خوك ما خوك ما واش عندكم شي عقل قالوا لي يا سيدي حنايا نخليو لك البلاد انت ولكن هو ما نحيدوه من البلاد نقص هو قال لي ما ودي ملي تحيدوه على غدا واش عندكم شي عقل وراه خويا الا حيدتوه واش كون هو راه خويا هذا قالوا لي يا سيدي لا انت لا هو نضنا مده واحد 10 شهور جدي توفى العوفي احمد ملي توفى ناض العوفي منصور با ناض دار هذا اللفيف هذا هو اللي داروا دار اللفيف ودار الشهود ديال القبيله هنايا الناس اللي شادوا ملي شافونا دوك النواب عرفونا عندنا اللفيف عدلي ولاو خايفين قالوا غادي يشدونا هادو عندهم حق مشاو داروا له التهمه شعلوا في واحد النادر شعلوا فيه العافيه والنادر شنو هو عا شويه شعلوا فيه العافيه بالعاني وتهمونا بالعافيه بما ولاد العوفي حرقونا باش حنا نبعدوا على البلاد اسمع دي ملي بعدنا على البلاد ولي داونا الجدرميه شدونا 8 وحنا عند الجدرميه وداونا حتى الاقليميه حتى الجنائيه في الرباط ملي داونا لتما لان ولد الجدرميه داروا البحث ديالهم وملي داروا البحث ديالهم لان عرفوا داك الشيء على البلاد ما كاين والو ملي لحقونا عند قضيه التحقيق صافي يا سيدي طلقنا جينا من تما قال لنا الله انكم سيروا بحالكم من جينا لنا ولاو كيديروا لنا عاوتاني المشاكل ولينا خايفين حنا نجلسوا جلسنا تقريبا واحد 10 سنين عاوتاني نضنا عاوتاني عينا ما نخربقوا عينا ما والو ما كاين حتى شي حاجه من بعد 2007 وحنا نوضوا ما خلينا فين كتبنا كتبنا الوزاره هذه الوصايه الداخليه الوزارة العدل حقوق الانسان المظالم العامل ما خلينا ما درنا ولكن والو حنا دابا اللي باقي لنا بقى لنا جلاله الملك الله جلاله الملك عاش الملك عاش الملك عاش محمد السادس عاش الملك عاش سيدنا عاش سيدنا عاش سيدنا عاش سيدنا هو اللي كاين عاش سيدنا من غيره ما كاين حتى حاجه هو اللي عطينا حقنا الله والوطن والملك مالك شوفي وحنا ضيعان حنايا فوق 250 واحد ما بين رجال ونساء ردونا حقنا الناس دراري وحنا جابوا لنا العمران من اللي بعد دوزوا البلاد فوق بلادنا فوق دورنا حنا ما عارفينش زياده على ذلك نائب رجعوا علينا على قصريه ديال الطعن جماعة كبيرة كرفسوا علينا هذيك النهار ما جاتش تغديت ردوهم المرا ما كاينش قول لي على تدي لي الغداء على النايب اللي شاد لينا وما بغاش ضيعونا على قصر ديال الطعن وسيدي شوفي وكاين واحد راشد خو النايب كان نايب سابق راشد العوفي هذا شو يقول لي ما اسمه يقول لي منصور منصور شايب منصور وخوه هو البخاري راه نايب واخته كاينه جمعه خوتهم هي خيضه ولد عمي ولد مع الولاد هم رجاله ها هي هي قالت لك انا نشد ملي جيت لقيتكم كدوا البلاد هي كاينه هنا هي شادت قالت لهم بما انا كنشد في خوتي بما هاد الناس ملي جيت وانا لقيتهم كياخذوا البلاد انا ملي جيت لقيتهم هذا وسيدي هذا الشيء هذا هو اللي كاين وهذا الكرم هذا السجر هذا هو هذا هو والله ما كذبت عليكم الى هذا انا عندي 63 سنه وبو عنده 90 عام سولته دابا وصل بو 90 عام دابا راه توفى مسكين 2009 90 ملي سولته انا قلت له بو الجنان قال لي لقيت جدك زرعو هاد الجنان هذا وكان جا عندنا القايد ديال المقاطعه ديالنا
وعيط للنائب السابق وجاء لهذا المكان هنا وشهد باننا حنا كنا تنديو البلاد وناضت شي نقاش قديم ولقيت الشيف هذاك الشي بدا تتوتر قالنا وصلوا لي المقاطعه مشينا عند المقاطعه ودخل هذاك النائب قال لك انا سيدي حجي وشهد بارك عليا من هذا الشيء هذا هاد الناس يديو البلاد هذو ولاد العوف وهاد الناس كل ما بغاش يعطيونا حقنا وحلف باليمين ديالو الملك وبغينا الملك يجي ويعطينا حقنا تلقاو تلقاو شنو بغاو تلقاو السلطه معاهم دوزوا واحد القادوس واصلا النواب بعدا من سيناء ولا عمره على هاد البلاد هذه ما قالوش راه كاين الناس ساكنه مده ديال 200 عام ولا بحال تزيدوا داكشي الراسم بلاد ديال الراسم فوتوها فوق دارنا حنا ميتين وعاش الملك اجي شوف معنا هادشي الله يرحم لك الوالدين الله يرحم لك الوالدين الملك ومساله اخرى كاين عمي كان عنده خدا الكريدي من على الارض وجاتو شهاده بان الدار الضريبه سيطو له خلص واحد 350 درهم ها هي ها هي فينا هي ها هي كاملين ما ها هي تمشي عند القيت يقول لك هادشي ما دايش تمشي عند العامل هادشي ما دايش كلشي تيقول لك ما دايش هما بيناتهم ما فهمنا والو حنايا حنايا حنا الا كنا مغاربه راه حنا مغاربه كنا ماشي مغاربه يهزونا يديونا يلوحونا في البحر صافي يدونا للبحر يلوحونا ولا يلوحونا يدونا ما حناش ماشي ولاد المغرب حنا الامل في المغرب صراحه وحنا ما سيدنا هو تل سيدنا ما نسكتوش سيدنا ما نسكتوش حنا ما نسكتوش حطيطينا سيدنا حقنا الله الله تنطلبوا من الله سبحانه عز وجل وجلاله الملك هو اللي يشوف فينا عطينا حقنا حنا ما نتاقلوش مع هاد البلاصه هادي واخا يجي الليجه حنا واخا نموتوا حنا مضحيين واخا نموتوا حنا كيما تندافعوا على الصحراء تندافعوا على بلاد حنا جنود وراء جلاله الملك حنا جنود وراء جلاله الملك حنا دابا نتحزموا يدينا الصحراء دابا نتحزموا نمشيو دابا نتحزم انا عندي 63 دابا نتحزم نمشي انا نضرب على بلادي يجي يصيفط لنا الناس من الداخليه يجيو يشوفوا هاد الشيء هذا الاختلاف اللي ديروا هاد الناس هادو تيسينيو راسهم تيصايبوا راسهم بحال حنا ميتين ما كاينينش في هاد البلاد وعاش الملك وعاش الملك عاش الملك شحال تقريبا في العائله حنا تقريبا فوق 250 خلق ما بين نساء ورجال فوق وحنا هاد البلاصه كنا بغينا نردوها بحال هذاك الدوار اللي الفوق ما بغيناش نبيعوا حنا البلاد ما بغيناش نبيعوا حنا البلاد كون بعنا كره حنايا عمرنا الدنيا تما انا محافظ انا محافظ على البلاد انا خاويه اما هذيك كان هذيك الدور اللي الفوق كان بحال هنا شو كيعمروا حنا شوف انت ما بيع انت ما حال باع شي براكه حنا عير كنا على عائله هنايا عمرات وهاد البلاصه حنا ما بغيناش نعمروها حافظنا على الارض ديالنا حنا عائله ولد عمي هذا واحد اخر ها الاخر خوه هذا ولد عمي وانا مازال كاين الاخرين راهم كاينين هذا باش مع الخدمه خدامين حنا عداد حنايا ديال 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 الاخوان عارف راه عندهم الوراق ديالنا عندهم كل شيء عارف شحال السكان ما خلينا فين مشينا ما خلينا فين نكذب شنو تيقولوا لكم السلطه ما تهضروش معنا ما تجيش عندنا جانا القيد فقط والخليفه ديالو وجا الناس ديال العمران انا نعطيكم تيقول لنا نعاودوا لكم على البلاصه اللي ساكنين فيها الارض ما تهضروش معنا عليها اللي حنا نتفلحوها وسيدي وقفنا مده 7 سنين ما تنديروا والو امامي عندهم البهيم كاين اللي مات كاين البقره ديالو كاين المسكين ما عندوش باع ما بقى عنده والو صافي حيت ما بقى يدير والو شنو يدير كان يعيش من الكسيبه هما سيدي هما سيدي هما اي بلاد اي واحد البلاد تفوتت كياخذوا فيها ثلاثه البقاع الواحد ثلاثه وكتجيهم الفلوس من الداخليه هذه تقريبا من الثمانينات كانت تجي شي 5000 درهم 6000 درهم ولا توصلوا شي مليون فرنك كاين شدوها حنا ما عمرنا شدينا شي ريال ومدخلوا الناس من غير هذا السولاني دخلناهم كل عام ربي ولدو مدخلوا تما حنا ابا عن جد بعدا المسؤوليه النواب مسؤول النواب النواب وتا القايد ما تيبغاش هادشي تيضحك والسلطه معاهم النواب الصغار اللي دابا لما غنخليوهم فيهم المستقبل ديالهم حنا ارضنا وارض جدودنا وهادو هذا الحد هاد الشجره هادي كون نجيبو الخبير هذا زرع عمي هذا راه مات احنا تما هما ما عندهمش هاد الوثائق اللي عندهم هادوك شي ورقه ديال شي ارض ديالات هادوك النواب هادوك النواب ها ما بغاش يعطيونا السيدي ما يطبقوش الهضره ديال السيدي الناس رزقهم وتيكون شي وحدي ما عندهمش كاع العمر ديالهم وتيزيدوا القياده تقطع كل شيء متفق معاه كاين هاد الزوير هاد الزوير ما يعطوناش رزقنا حنا غنموتوا على هاد الارض حنا ما نتحركوش من هنا حنا نهار الصحراء مشات بقات الصحراء تهضر عليها بانكيمون على الصحراء ماشي مغربيه مشينا تنموتوا قدام تما قدام البرلمان تنغوتوا شي يوم تيبان لنا وبالاخر يجيو يديروا هاد الشمايت شوف الانسان كيموت على بلاده ولا على ولاده صافي انا غنجيب قال خويا غنجيب انا القوه انا قال لك واخا تكون 300 سنه ماشي عرفتكم هذاك الحي لان هو عارف راسو شنو هو ما عندهمش التاريخ حنا تجينا غير على البلاد شي الحوسي من هزوا الرايه غير الرايه ديال المغرب حنا بقى فينا الحال حنا بغينا نضام مع سيدنا مشينا اي حاجه لان ما عجبناش هذاك من الحوسي ما يهزوا الرايه غير الرايه ديالنا وتموت على هذه الرايه هذه ها العالم الله الوطن والملك والعلم والملك هذه ولاد وليد ذات العدل الصغار فين غادي يعيشوا فين هو المستقبل ديالهم هذا هو المستقبل ديالهم
ديالنا برنا فيها وتزبلنا فيها. تمرغنا انا يا وعندنا السد ديال البير راه في كانوا من هبير هنا راه بير فين كان ها البير الداخل هنايا. النواب يدوز معنا في الطحقه. خصهم يتحاكموا خصهم يتحاكموا تحاكموا انا هنا خصني يتحاكموا معايا انا خصهم يمشيو هذوك الناس اللي يشدوني. الهضره هنا في الاخر شنو تقول لنا؟ اخر هضره هنا غنموتوا على بلادنا غنموتوا على البلاد ديالنا. سيدنا الحق سيدنا ما وصلش هذا الله الوطن الملك الموت نموتوا على ارضنا. حنا بغينا توصل جلاله الملك الله الوطن والملك الملك هو اللي بقى لنا. لما ما تناش ما توصلش له. حنا تنطالبوا سيدنا هو اللي يعطينا حقنا. حنا الناس المسؤولين حتى واحد هاد الناس المسؤولين حتى واحد يسمع لينا بحال حنا ما كاينينش. ردونا اجانب حنا مغاربه الصحراء المغربيه وحنايا ولاد العوفي مغاربه على الابد عن جد ويجيو يصيفطوا اي مسؤول كبير قديم يجي يسول هنايا ويبحث على التاريخ ويعرفنا حنا منين. هذا جيب حنايا سوليني هاد الناس نكرونا هاد الناس تنكرونا بزاف وضيعونا وضيعوني انا الاولاد ديالنا ضايعين حنا ولادنا هما شاد الحق ديالهم حقنا حنايا باعوه لنا غير الوجيه. ازيدي ازيدي فاطمة حنا ما قبلناهمش باش يديروا لنا هاد السؤال. حنا ما نفكرش باش حنا شرفنا هنا ومتنا هنا وجبنا هنا وعلى الناس ياخذونا الحقوق ديالنا راه ما تمكنش باش ياخذونا الحق ديالنا. شكرا الشريف. هاد البلاصة هادي أنا شرفت دابا شحال عندي في العمر راه أنايا هنا فنيت عمري تيدوزوا عليك تيقول لك الله ما تيعطيك وقت ما تيدي وافك ما تي ما تي ما تيديروا ما تصدقوكش ما تقول لهم ديك الحاجة فهمتي؟ راه عمري فنيتو ولدي هنا، راه العواشر هادي، عمري فنيتو هنا، أنا راه هي الكبيرة فيهم هنايا، عاقلة على كل شيء داك الشيء اللي داز عاقلة عليه. احنا بجناناتنا هذا راه ديال جدي هاد الجنان، وهذاك راه ديال بو الله يرحمه. الوالد ديالي دعا الوالد ديالي راه الجنان راه ما عرفتش شحال عنده معاه. هذا ملي زدت أنا لقيت هاد الجنان هذا. راه مازال طاح منه راه بقى هاد عاد الكربات هادو بقاو. السنين. المسنة وحنا هنا خوار اللي كنا تنديرو خوار نستغلو الارض كنا نستغلو كنا تنديرو ولا درتي تيحرشوا عليك تيتمو جايين قمعنا القائد تيجي يقمعنا ديك الزوايا اصلا عمرهم ما عطاونا وقت بحال هاد المره ممكن يدوزوا القائد عمرهم حتى جاو يدوزوا القائد عاد ولا يتحاوروا معنا مشينا تاعينا ما خلينا فين مشينا كاع الوراق كيديروا لنا عي السياسه هادي عي كيديروا لنا السياسه السياسه باش تهدروا ما كاين حتى شي حاجه ما غادي يدوش بان لا بغي الله خدينا امر الواقع ما كاين حتى شي حاجه انا وليدي خدت النواب وجيت هاد الناس من نهار اللي جيت عندهم لقيتهم تيديو البلاد وتيحرطوا البلاد وتيتفلحوا فيها السبب ديالهم داروا العافيه حرقوا النوادر راه قلتها القايد حرقوا انه انا حاضره وانا وليدي رانا غادا العمر نهار اثنين ان شاء الله هذا نقول على الحق داروا حرقوا النوادر وسموا فيهم العافيه والشيخ المسكين كان راجل كبير النواب اللي ماتوا ماشي هادو اللي ماتوا النواب الكبار شعلوا العافيه في النوادر وشدوا كانوا الجدرميه واعرين وكان الشيخ المسكين راجل كبير تيخاف ورمضان والصوان وتكرفصوا عليهم وحط كرفيصه ما تصورش في البيت وهذا هو السبب ديالهم.